الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. نواصل الحديث عن أحاديث أبواب كتاب الأحكام، نحن مع الباب 28 من أبواب هذا الكتاب العظيم من كتاب البخاري، وهو كتاب الأحكام الذي فيه ما يقرب من 50 بابا أو أكثر. هذا الحديث المعروف بحديث عائشة عن هند امرأة أبي سفيان، والمعروف بقصة هند مع زوجها أبي سفيان في أمر النفقة. قال الإمام البخاري في هذا الحديث، وهو الحديث الوحيد وقد قدمته في الأسبوع الماضي، لكن كالعادة لا بد من التذكير وإضافة ما يمكن أن يضاف إليه. قال: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، ويصيح شحيح، فأحتاج أن آخذ من ماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك. هذه هي العبارة التي جاءت في هذا الحديث، وهو آخر موضع ورد فيه هذا الحديث، لكن أذكر بالأرقام التي ورد فيها، أبواب التي ورد فيها الحديث كما هي عادة الإمام البخاري. أول باب وأول كتاب أورده فيه البخاري هو كتاب البيوع برقم 2211، وعبارته، أي عبارة البخاري في الحديث، لأن الحديث لما يكون مروي بالمعنى يأتي بمعان عدة، لكن الموضوع واحد. قالت عائشة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: أم معاوية، بهذه العبارة، أم معاوية هند بنت عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف القرشية، فهي من قريش طبعا، بل هي تعتبر من أشرف بيوتات قريش، وإن كانت على حسب الشرف عندهم في الجاهلية، لكن والحمد لله أسلمت وحسن إسلامها بعد، كانت من البيوتات المعروفة، وكان لها رأي في الجاهلية وصارت معروفة في الإسلام كذلك. هند كانت بمثابة رجل في مواقفها، ولهذا كان منها الداهية الذي هو معاوية، داهية أولدها الله داهية رضي الله عنهما. قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح،
هل علي حرج أن آخذ من ماله سرا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي وبنوك ما يكفيك بالمعروف. هذه العبارة بحدها اللي جاءت في هذه الرواية: خذي وبنوك، أنت وبنوك، ما يكفيك بالمعروف. إذن هذا هو الموضع الذي أورد البخاري فيه هذا الحديث في كتاب البيوع، عنده علاقة بالبيوع. الموضع الثاني في كتاب المظالم 2460، أي رقم 2460. أنا أعطي الأرقام لأن طالب العلم إذا أراد أن يطلع على الحديث أو على الأسانيد يمشي إليها مباشرة في كتب أو في أبواب الحديث. صحيح البخاري، صحيح البخاري الشروح ديالو راه كاين 18 مجلد، فإذا بغى يبحث عن الحديث غير يبحث وما عندوش الأطراف ديال الحديث يبقى يبحث منيا ما يلقاه. لكن لما يكون عنده كتاب الأطراف، العبارة الأولى في الحديث وعنده الرقم ديال الحديث، يمشي بعينه مسدود كما يقال لمباشرة، وهذا ليس سهلا. هذا الموضع الثاني. الموضع الثاني قلت في كتاب المظالم 2460. الموضع الثالث والرابع والخامس في كتاب النفقات. كتاب النفقات أورد فيه الروايات في ثلاث مواضع. أولاً الكتاب الأول قبله 3825، هذا الموضع الثالث. أما الموضوع الرابع والخامس والسادس هم الذين أوردهم في النفقات، 5359 في النفقات، 5364 في النفقات، 5370 في النفقات. إذن ثلاث سابقة وثلاثة في النفقات هي 6. الموضع السابع في كتاب الأيمان برقم 6641 في كتاب الأيمان. هذا الحديث نفسه الذي عنده في كتاب الأيمان هو الذي سبق أن شرحناه في كتاب الأحكام برقم 7161. 7161 لما؟ لأنه حديث فيه قصة أخرى زيادة على هذا، أطول من هذه الرواية كلها، لأن فيه أن هنداً تروي شيئاً جديداً كيف كان موقفها من الرسول قبل أن تسلم وكيف صارت بعد أن أسلمت، وفي هذا ما فيه من الإنصاف وقول الحق سواء كان عليها أو لها. بعد أن تحدثت، أي بعد أن أسلمت وجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: والله يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض أحد، في رواية ما كان على أهل الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، والخباء البيت. ما كان على أهل ضر أهل الأرض، يعني على ظهر الأرض، أهل البيت يعني شي بيت أو شي أسرة أو شي عائلة اللي نبغي لها الذل، وقول بعبارة أخرى اللي نبغيها تمحى ما تبقاش في حال أهل بيتك. والآن هذا بعد أن أسلمت، ما على ظهر الأرض أهل بيت، لأن ما هنا نفية، ولهذا نقول ما على أهل الأرض، ما على ظهر الأرض أهل بيت أحب، أي ما كان على أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. ما كاينش أهل خباء كما قلت في الأول، غير في الأول كانت تحب لهم أن يذلوا وأن يهانوا، والآن تحب لهم أن يعزوا. كاين عز يعز بمعنى اشتد، وعز يعز بمعنى
يشق علي أن تعز بمعنى هذه مأخوذة من العزة والعزيز، هذا هو الفرق ما بين أعز يعز ومنه العزة وأهل العزة، والعزة صفة لله ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، وعز يعز بفتح العين بمعنى اشتد. شوفوا الإسلام ماذا يفعل حينما أضاء الله رحاب صدرها بقولها لا إله إلا الله، وبإيمانها بالله أولاً وبرسوله ثانياً وبدينه ثالثاً وبانشراح صدرها لدينها وبتفاعلها مع قيم الدين وأخلاق الدين وعقائد الدين وأحكام الدين وأوامر الدين ونواهي الدين، صارت تنظر نظرة أخرى. ومن ثم فالتغيير الذي يحدثه الإسلام في قلوب العباد ما يحدثه شيء. لكن لا ننسى أن التغيير يأتي من الإنسان أولا بفضل الله، لأنه لا يمكن أن تتحرك للعمل الصالح والله لم يرد لك ذلك، فلا تتحرك ويميل قلبك إلى الخير وينشرح إلى الخير وتبحث عن الخير وأهله إلا وقد وفقك الله لذلك. فإن وجدت ذلك فاحمد الله واطلب الله عز وجل أن يزيدك من فضله. وإذا وجدت نفسك تفر من الخير وتميل إلى الشر وتبحث عن أهله فاعلم أنك في طريق الضلالة. استعن بالله مما تجد في نفسك، واستعن بالله على نفسك، واطلب الله أن يسددك. إن بقيت على هذه الطريق فأنت إلى هلاك والعياذ بالله. أسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذه هي المواضيع التي رأيناها الآن 2211 و2460 و3825 و5359 و5364 و5370 و6641 والآن ما قبل الأخير 7161 الذي أشرت إليه سابقا في الرواية الذي ذكرته واللي فيها زيادة عن لذا ذكرته هناك. ثم الأخير هو هذا مختصرا 2780. هذا هو الحديث الذي يتعلق بهذه القصة، قصة النفقة. لفظ آخر يحسن ذكره وهو الذي أورده البخاري في كتاب النفقات 5000 اللي قلنا و364، قال فيه الإمام البخاري: حدثني محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام، هو هشام بن عروة بن الزبير، عن هشام قال: أخبرني أبي أبه عروة بن الزبير، الزبير راه ابن عمتي رسول الله، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند بنت عتبة بن ربيعة لرسول الله: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، إلا ما أخذت منه وهو ولا يعلم. فقال بعض: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا فيه شي عبارات زايدة أكثر من هذا الآخر، من الرواية الأخيرة. على أي كل هذه الروايات موضوعها هو هذا، قصة هند مع زوجها أبي سفيان في أمر النفقة. وأنا حينما أعيده هنا وأكرر ذكره في الأرقام التي ورد فيها، إنما قصدي شيء واحد، وهو أن هذا الأمر ليس محصوراً في هند
وزوجها، لأننا نعلم من خلال تفسير كتاب الله عز وجل أن المعتبرة بالدرجة الأولى في التفسير أسباب ورود، أسباب نزول الآية. ومن ثم فيكون أيضاً مما يعتمد في الحديث أسباب وروده، أسباب ورود الحديث كأسباب نزول الآيات، بمعنى يكون لهذه الأسباب دور هام في توجيه النص قرآنياً كان أو حديثياً، له دور هام سبب النزول، يعين المتحدث المتكلم على توجيه الآية أو توجيه الحديث. ومن ثم فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إن تحدثنا عن قصة هند وزوجها فإنما أمرها صار شرعاً مشروعاً للجميع، أي إذا كانت تسأل سواء كانت في مقام الفتية أو في مقام القضاء، لأن الباب عنوانه القضاء، باب القضاء على الغائب. هل لما سألت الرسول كان أبو سفيان غائباً أو كان حاضراً؟ الصحيح أنه كان غائباً، لكنه هل غائب غيب لا يعرف؟ لا، لم يحضر المجلس فقط، وإلا وهو موجود في البلد في مكة. ومن ثم ترجم عليه البخاري، سبحان الله، هذا الرجل أعطاه الله ما أعطاه من فتح البصيرة، ترجم عليه بهذه الترجمة وقال باب القضاء على الغائب. تطرح سؤال، ما مذهب البخاري فيه؟ هل يقول بالقضاء على الغائب أم لا يقول به؟ لم يصرح بذلك، إنما الذين قالوا إن البخاري مذهبه الجواز أتوا به من خلال رأي الجمهور، كثرة الجمهور، والجمهور يقولون بالجواز. لما؟ لأن البخاري ما صرح بشيء من الشيئين، إما أنه يقول بالجواز أو يقول بعدم الجواز، لا، ما صرح بذلك، لكن هو حسب السياق وحسب الشروح أنه يرى ما يرى الجمهور من جواز القضاء. في القصة نفسها، في الحديث الذي ذكرته آنفاً 5364، عنوان له البخاري باب النفقة، أي نفقة الرجل، فللمرأة أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. الحديث الذي ذكرته سابقاً وقلت فيه عبارة زيدة هو هذا، 5364، باب، وقد ذكرته بسنده، باب نفقة الرجل. قال البخاري فللمرأة، هو تجيب الآن القصة ديال الهند، فللمرأة أن تأخذ من مالها، مال زوجها، بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. وهكذا الأبواب كلها لا تجدها تخرج عن هذه المعاني. إذن نرجع إلى الحديث. أولاً عندنا كلمة هنا شحيح، وقد وردت في غير ما رواية، لكن وردت في روايتين مسيك، وردت في رواية في صحيح مسلم ممسك أو ممسك، والمعنى واحد، من مسك يمسك تمسيكا فهو ممسك، وتقول مسك يمسك انت تمسيكا أي كذلك، لأنه سواء قلنا أمسك أو قلنا مسك، كما كان الحال أنه رباعي، ويكون مسك ما يكون أمسك، مسك يمسك بهذا الشكل، مسك يمسك. إذا قلنا ممسك غير يكون منهم المسك يمسك. ومعنى مسك أو ممسك
أو مسيك أو ميسيك، عند المحدثين ميسيك وعند اللغويين مسيك، وعند المحدثين شحيح وعند اللغويين شحيح، والكل صحيح. لكن عند الرواة، عند المحدثين، أن المعتبر هي رواية. لما نكونوا في اللغويين نتكلم في القضايا اللغوية، المعتبر هم اللغويون. لما نكونوا نتحدث مع أهل الأصول، مقعدين لقواعد الأصول، المعتبر هو قواعد الأصوليين، بمعنى هم أصحاب الفن، أصحاب العلم. لما نتحدث مع البلاغيين ونأتي بقاعدة بلاغية لا نخضعها لغيرهم، إنما نعتمر فيها التوجيه البلاغي، أي عند البلاغيين. لما نتحدث عن القضايا الفقهية لا نقحم أقوال غيرهم لنحكمهم فيهم، وإنما نعتمد فيها أقوال الفقهاء، بمعنى أصحاب الفن هم المقدمون على غيرهم. هذا هو الذي ينبغي أن يعرف. مسيك كسكير وخمير، تقول فلان لما كتبغي توصفه هو مسيك ومسيك، كلاهما المبالغة، لكن مسيك أبلغ من مسيك، وشحيح أبلغ من شحيح، لأن شحيح مبالغة لكن شحيح أبلغ، وهكذا. مسيك أي كثير الإمساك، ومعناه شديد حريص، وشحيح كذلك. لكن عند اللغويين أن شحيح أعم من بخيل. لما تبغي تقول بخيل، قال لك البخل لا يكون إلا في الجانب المالي، الجانب المادي ما يعطيكش، بمعنى يدوم زيرة. لكن شحيح في كل شيء، ولهذا قالوا إن الشح أعم من البخل. المتبادر إلى الذهن من الحديث شيء مهم: كيف جاز لهند أن تذكر منقص في زوجها، نوع من انتقاصه، وصفته بأنه شحيح أو مسيك وبالمبالغة؟ وهذا نعرفه من خلال الأحاديث أن هذه غيبة، ذكرت زوجها بسوء وبسوء، هل يجوز؟ إيه نعم، هناك مواقف تجوز فيها الغيبة ولا تعتبر شرعا غيبة، ماشي غيبة. أعلاش؟ هي الآن متضررة، مظلومة، مقتر عليها، تحتاج إلى ما تقيم بها به حياتها هي وأبناؤها، فلمن تشكو أمرها؟ لا تشكوه إلا لصاحب الشرع الذي يبلغ عن الله الحكم، والذي لا يقول إلا ما فيه الصواب والحق فيما يتعلق بشرع الله. ولهذا جاز لها شرعا أن تذكر هذا النوع من العيوب للرسول عليه الصلاة والسلام، ليجد لها الحل الشرعي. فلو كان لا يجوز لها لنهارها الرسول، انتبهتم؟ لو كان لا يجوز لها لقال لا ينبغي أن تقولي هذا. ومعنى إذا كان لا ينبغي أن تقولي هذا قولا فلا ينبغي أن تكتبي هذا أيضا. إذا لا تصرحي بشيء، إذن بما يمكن أن يتوصل المظلوم إلى أنه مظلوم، إلى الحق، إلى الإنصاف؟ هذا يجوز عند الحاكم، ويجوز عند المفتي، ويجوز عن من يمكن أن يقف موقف الحاكم أو موقف المفتي. واحد من العائلة عنده شهرة في الأسرة، يتحاكم الناس إليه، يسمع الناس إليه، يستطيع أن يدخل بين وسط بين الناس، يجوز أن يعرض عليها، لكن بقدر المظلمة، ويصح المظلمة بقدر المظلمة، بمعنى إذا بغيت تعرض أمرك على من يجوز أن تعرض عليه أمرا باعتبار أنك ستذكر من ستذكره بسوء، ما تزوجش النطاق ديالك اللي كيتعلق بك ديال المظلمة، أشنو بغيتي فقط. مش معناه أنه تكتب عليه مجلد كيديرو 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 كيديرو، وانت ما عندك إلا جزئية واحدة، لا أبقى محدود مع الجزئية ديالك، لا يجوز لك اطلق لسانك فيما لا يجوز، سواء كان قريبا منك أو كان بعيدا عنك، لأن للمسلم وللمسلمة
عرض ما ينبغي أن تنتهك عرضه، تقول فيه ما لا يجوز، لكن بقدر مظلمتك يجوز أن تقول كيت وكيت، هذه وهذه، دلي ديالي أو شهد علي الزور أو كذب علي أو شوهني أو إلى آخره، هذا الجانب فقط. وما وليس لكل الناس، وإنما لمن يمكن أن يقف موقفا ينصفك في هذا هو. إذن من هذا الجانب لا تعتبر هند أنها قد عابت زوجها، هذه الأولى. النقطة الثانية مما يليق بها ويليق بأبي سفيان، ما قالت ما قالت، أي ما قالت ذلك الكلام اللي قالت، أنها تريد فضح زوجها أو التشهير به أو ذكر مساوئه، لا، لما؟ لأنها ما ذكرت أحواله مع الناس، إنما ذكرت حاله معها ومع أبنائها فقط، ذكرت حال أبي سفيان أنه شحيح موشي في أوجه الناس كلهم، وهو رئيس القوم، إنه كان من كبار القرشيين، له ما له في قومه، وكتعرف دوره أشكان في بدر، طبعا دور سلبي، كان باقي مسلم، وكان أبا سفيان، لكن شاء الله عز وجل أن يقاد إلى الإيمان، فقيد إلى الإيمان في غزوة الفتح، في فتح مكة، هو وابنه وهند بعدهما في غزوة الفتح سنة 8 للهجرة، فهو بيت قد تأخر في الإسلام شيئا، ما كان من الأوائل وما كان من الآخر أيضا. طيب، إذن كما قلت كانت شكواها على قدر مظلمتها، وما أرادت تشويه زوجها ولا الانتقاص منه ولا ذكر عيوبه حتى تصير مثلا يضرب في الشح أو في البخل إلى آخره، لا، وإنما أرادت أن تقف الرسول صلى الله عليه وسلم على منقصة معينة من أجل إيجاد العلاج الشرعي لها، فكان ذلك. ومن هنا اختلف الفقهاء بدءا من العنوان ديال الباب، هل هذا من الرسول كان قضاء أم كان فتوى، فاختلف الفقهاء على جانبين أو على جهتين أو على قولين أو على اتجاهين أو طائفتين. الجمهور كثير من الأئمة قالوا إنما هذا كان قضاء، ومن ثم جاز للحاكم أن يقضي على الخصم الغائب، لأن أبا سفيان ما كان غائب، لكن وردت بعض الروايات أنه كان حاضرا، ووردت روايات أيضا أنه بلغه ما قالت فيما بعد واعترافها بأنها تأخذ من ماله، وقال هو يسامحها فيما أخذت منه، بلغه فيما بعد. المهم، فكان سوار القاضي والإمام مالك والإمام الشافعي وأبو ثور وأبو عبيدة، ورواية عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه والأوزاعي، هؤلاء وأمثالهم كلهم قالوا بجواز القضاء على الغائب، بمعنى كنقولوا اليوم حكمت عليه المحكمة غيابيا، هذا معنى القضاء على الغائب، قضية معروضة، الخصمان واحد حاضر وواحد ما حاضرش، وقع البت في الملف في الدعوة، جمعت معلومات تؤكد من كثرة من الأمور على أنها فعلا كاينة، ومن ثم قد يصدر الحكم. لكن هناك آخرون لم
يوافقوا على هذا الحكم، وهم ابن أبي ليلى والقاضي شريح المعروف، وكذلك جوج من التابعين وعمر بن عبد العزيز، ورواية عن الإمام أحمد. هذو قالوا لا، وأبو حنيفة وعلماء العراق. أبو حنيفة عراقي، لما سمع علماء العراق عرف أنهم أصحاب أبو حنيفة ومن كانوا على مذهبه. إما تقول علماء فقهاء العراق، أو تقول العراقيون، أو تقول أهل الكوفة، أو تقول الأحناف، كل هذا ينطبق على الأحناف فعلا. هذو قالوا لا، لكن بشرط. أبو حنيفة ومن معه قالوا إن حكم القاضي على الغائب بشرط أن القاضي أو الحاكم يعين شخصا يذهب إلى باب بيت الغائب ينادي عليه 3 أيام، يعني يستدعيه باش يحضر ويبلغوا، ولو لم يكن موجودا، بمعنى الناس الموجودين أو أهل البيت يبلغوا على أن القاضي أو الحاكم قد أرسل إليك يطلبك أن تحضر في اليوم الفلاني، قال لك 3 أيام متتابية. فإذا لم يحضر أنفذ عليه القاضي الحكم الصادر. إذا الأحناف وحدهم ما اللي عندهم هذه النقطة هذه. كاين نقطة أخرى في المذهب المالكي. ابن القاسم فيما نقل عن مالك رحمة الله عليهم جميعا قال يحكم الحاكم أو القاضي على الغائب في كل شيء إلا في الأرض والعقار. لا، لكن ابن الماجشون رد على ابن القاسم وقال لم يثبت هذا عن مالك، وإنما الذي كان ثابتاً عن مالك وعن أهل المدينة عموماً أنهم يحكمون على الغائب في كل شيء، ما يستثنون شيئاً من الحكم. كتلاحظوا الآن على أن هذا العنوان نفسه اللي هو الحكم على الغائب منين جاء؟ جاء من قصة هند، هل كان زوجها حاضراً معها لما اشتكت للرسل أم كان غائباً؟ انتبهنا الآن. فإذا كان حاضراً، هذه النقطة الأولى اللي تحدثنا عليها بطلت. أش هي؟ لا يعد ذلك منها غيبة لأنها ذكرته بما ذكرته وهو حاضر. إذا ما بقلنا الآن نقول الغيبة، انتهى أمرها. ثانيا ما بقلنا باش نقول أنه حكم على الغائب وهو حاضر، لكن هذا يحتاج إلى دليل على أنه فعلا كان حاضرا. ما هناك رواية صريحة في الموضوع، وإن أشير إلى بعضها على أنه فعلا كان صريحا، لكنه أبلغ فيما بعد أن هندا أتت النبي صلى الله عليه وسلم وحكت القصة ووافق على ما قالت. ما بقى فيها إشكال. إذن هذا معنى قول الفقهاء عموما في المسألة. ما هي الأحكام التي يمكن أن تستفاد من هذه القصة؟ لا بد أن الحديث في فوائد، على قصر عباراته في فوائد. الفائدة الأولى، ردوا البال مزيان، أنه يجوز للمرأة الأجنبية أن تتكلم أمام الأجنبي عنها وهو القاضي أو الحاكم، ليس محرما لها، وأن ترفع صوتها وفيه الرد على من يقول إن صوت المرأة عورة. بهذه القصة. لكن يقول الآخرون الذين يقولون إن صوت عورة، هذه ضرورة. الذين يقولون بأن صوت المرأة عورة، يقول لك لا حجة لكم في هذه القصة. لما؟ لأن هذه ضرورة، والمرأة لا بد حينما وصلت للحاكم لا بد أن تتكلم بما تراه لتبدي رأيها ولتظهر حجتها، ولا بد أن يسمع كلامها، ولا بد أن ترفع صوتها، لا سيما ربما تسمع ما لا يعجبها،
وإذا سمعت هذه أمام الرسول، هذه ما مطروحاش، لأن لا يمكن أن تسيء الأدب أمام الرسول خلاص. لكن قد يكون لما؟ لأن الأمر حينما نتحدث عن هذه القضية ما بقت شيء الآن محصورة في الرسول ومثلا في هند في أبي سفيان، صارت قصة أمة، واقعة أمة، حكم أمة، مشروعية للأمة. لكن ومع هذا الجو الأدبي الذي يحيط بالقضية لا ينبغي أن يغيب. المرأة أمام الحاكم، أمام القاضي، أمام المفتي، أمام من يدخل في الصلح بينها وبين من تشتكي ضرر منه، لا بد وأن يكون فيها أدب واحترام وتقدير، وإلا ما تصلح أن يتوسط لها من أجل حل مشكلتها. ولهذا كتلقى سيء الأدب وسيئة الأدب حتى في الأحوال الشديدة عليه وعليها يكون فيه فضاضة ويكون فيها فضاضة أيضا، وهذا يدل على سوء التربية وسوء الخلق. نسأل الله العفو والعافية. إذن هذه هي المسألة الأولى، أش هي؟ جواز رفع المرأة صوتها أمام الحاكم أمام القاضي، وقبل جواز كلامها مع الأجنبية عنها، لكن هذا داخل في نطاق ضرورة لأنها في حالة تقديم شكوى. هي نعم. النقطة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سمع منها ما سمع أجابها بما يلبي رغبتها، بمعنى خذي من ماله ما يكفي، لكن هل مطلقا؟ لا، على قدر الكفاية، والكفاية المتعارف عليها بين الناس جهد الشك في مرأة ولدتها جوج دراري أو ثلاثة أو أربعة، ما هو شيء هو الجواب ديال المرأة اللي عندها ستة وثمانية ديال الوليدات، بمعنى أسرة فيها عشرة الناس وأسرة فيها ثلاثة وأربعة، فحال فحال. لا، خذي ما يكفيك وولدك، والمقصود ديال الأولاد، لأن الولد يراد به الإفراد ويراد به الجمع، والولد يطلق على الولد هكا يطلق على الذكر والأنثى، له أولاد داخل فيه الإناث، وإذا قلنا له بنون لا بد نقول له بنات، البنون لا تطلق على الجميع، ولكن الأولاد الولد يطلق على الذكور وعلى الإناث. إذن أجابها النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول لها لما قال لها في الجواب إن كان الأمر كما تقولين فخذي من ماله ما يكفيك وولدك، إن كنت صادقة فيما تقولين وأنه يقتر عليك في النفقة وأنت في هذه الحالة محتاجة، هذا فهم. الفهم الثاني كأنه يقول الآن هو لا يمتنع امتناعا كليا، وإنما قالت لا يعطيني ما يكفيني، إذا ما قالت شيء قطع لي ما كيعطينيش، ردوا البال، وإنما قالت لا يعطيني في رواية وليس يعطيني ما يكفيني، فهذا دليل على أنه يعطيها. إذن هي تبحث الآن عن شيء آخر ما تتمم به النفقة، هي لا تبحث عن أصل النفقة، الأصل موجود هو لا يمنعها، وإنما تبحث عن البقية التي تتم بها نفقتها الكاملة. فكان الجواب النبي كما سمعتم نعم. إذن من السياق أن المرأة في هذه الحالة يجوز لها والأولاد أيضا إن كانوا فعلا مقتر عليهم، وخاصة إن كانوا دون البلوغ وما عندهم عمل، هذا قلنا دون البلوغ لأن الولد لما تبلغ الذكور والخصوص لما تبلغوا ما كتبقاش الشرع كتلزم ولي أمرهم بالنفقة عليهم، علاش؟ لأنه بلغ كبر. لكن برحمة الإسلام والعلاقة الموجودة بين الأب والأبناء كيف قادك الجانب، لا بد حتى من باب الأخلاق
وحتى واحد ما يبغي يسمع عنا والناس يتكلموا فيه حيت سمح في ولاده ما تنفخش على ولاده لا، ولهذا تبقى مطروح حتى ولو كان هالأبناء كبروا ما زال عايشين مع أباهم وما عندهم عمل وأبوهم بإمكانه أن ينفق، فلا ينبغي أن يبخل على أبنائه وبناته، بناتهم باب أولى، وإلا إذا قطر عليهن أو منع النفقة عليهن معناه يدفعهن إلى البلاء، يدفعهن إلى البلاء. وكل ما ارتكبناه من شر وكل انحراف انحرفناه إلا وهو السبب. الإنسان يعرف هذه الحقيقة. وش من كرامة بقات الإنسان إذا كان يقطر على أولاده حتى يمشوا يمدوا يدهم لغيرهم، ويقطر على زوجته حتى يولي طمع في غيره، ويقطر على مثلا على أبناته حتى يولي مثلا طمع في غيرهم، أش بقى؟ أش من كرامة بقى؟ أش بغيت هذا المال كاع؟ أش بغيت تدير به كاع؟ إذا كنت لا تستطيع أن تحمي به عرضك وتصون به كرامتك وشرفك وشرف بيتك، إيش من مال هذا؟ وأي دين يسمح لك بذلك؟ إذا كنت لا تستطيع أن تحمي بيضتك وأقصد البيت، فماذا تحمي بعد ذلك؟ لا ينبغي أن يعرض الإنسان نفسه لهذا. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة. كذلك بالنسبة للحديث، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يدل على أن الزوجة في حالة إحساسها بالضرر أنها تطلب حقها، والأبناء كما قلت أيضا كذلك، ممن ترى فيهم الخير سواء كان مفتيان أو كان جارا طيبا له علاقة مع الزوج في حدود شرع، له علاقة طيبة مع الزوج ممكن أن يتدخل بالخير، لا مانع من ذلك، أو عم الأبناء أو خال الأبناء أو أقارب، إذا كان علاقتهم طيبة بالزوج أقارب الزوجة نفسها إذا عندهم علاقة طيبة، مش ما تكونش حساسية بينهم جميعا، في هذه الحالة يجوز، ما فيه مشكل. وإذا كان كذلك اختلف الفقهاء في مسألة أخرى، في حالة ما إذا كان الإنسان، احنا قلنا باب القضاء على الغائب، إذا كان هذا المقضي عليه المحكوم عليه عنده مال عند غيره، عنده نصيب ديالو، عنده مال عند غيره، وذاك الغير امتنع أن يعطيه، ووجد فرصة معينة باش يأخذ ديالو، هل يجوز له أم لا بد من أمر من قضاء القاضي؟ اختلف الفقهاء. فالأول اللي قالوا بالجواز قالوا يجوز أن يأخذ حقه غير ما يضفش، لكن هل يأخذ حقه من جنس ماله أم ولو كان من جنس آخر، من مال آخر، من نوع المهم يملكه دياله ولكن موش من جنس المال الذي عليه؟ إلا أبا حنيفة والأحناف كلهم قالوا لا يجوز، يبقوا على الأصل ديالهم أنه لا يجوز. لما؟ قال لك لأن المال الذي عنده ديال الناس هو أمانة، والحديث الصحيح أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، استدلوا بهذا، ولهذا قالوا لا، ما تجيش الفرصة ويأخذ المال ديال الناس لأنه عارف على أنه ممكن في هذه الحالة يحكم له. على أين كتلاحظوا اللي خصو يتلاحظ مزيان هو أن الفقهاء ما تخلوش حاجة اللي تدوز غير هكاك، لا بد، احنا بالدارجة كنقولوا يمرمدوا كل شيء، وحنا نقولوا فيهم لا بد يحكوا كل حاجة،
باش حتى إذا قالوا بالجواز لاش، لماذا قالوا؟ وإذا قالوا بالمنع لاش، لماذا؟ مما يدل على أنهم ما خلوا شيء للناس المتأخرين شيء أمور في هذه الجوانب هذه اللي ممكن يستدرك فيها الآخرون على الأولين. أنا لا أقول ما تركوا شيئا، لا، تركوا شيء كثير، وفتح الله على الآخرين كما فتح على الأولين، ما فيه شك، وكم ترك السابق للاحق كما يقال. في الحديث أيضا من كلام هند أن هناك أن به صفة لا ينبغي أن تكون في المؤمن والمؤمنة، وهي الشح أو البخل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت هذه الكلمة أقرها عليها، دليل على أنها موجودة وهي صفة نقص ينبغي أن لا تكون في الإنسان. أيضا في الحديث خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، دليل على أن المعروف الذي هو العرف كي المعروف يطلق عموما على كل خير ما هو معروف ويتعارف عليه الناس، ويدل أيضا على ما تعارف عليه الناس وهو المعروف المتعارف عليه، بمعنى ماذا يكفي ثلاثة الناس أو أربعة الناس أو ستة الناس، الناس كتعرف من حيث النفقة اليومية كل واحد كيعرف الأسرة من هذا النوع وشك فيها، فأصبح هذه الكفاية معروفة جهداش، القدر جهداش، وإن كان بعض الأئمة ومنهم الشافعي قدرها بالأمداد، لكن إحنا ما يمكن نقدرها بالأمداد لأنها تحدثوا على أوقاتهم في القرن الثاني الهجري، إحنا ما يمكن نقول عنه بالأمد، لكن نعرفه بالنفقة اليومية جداش، 50 درهم مثلا النهار، 100 درهم، طلع شي شوية لفوق 200 درهم، واللي ما سخاشي بخمسين درهم غادي يعطي 200 درهم، وهكذا. ولهذا كتلقاها، لابد تلقى هذا، إنما الناس ليسوا سواء، إنما هذه الصفة ما خصش الإنسان تكون فيه. وسبحان الله العظيم، المنفق في سبيل الله ومما ينفق على الأبناء راه في سبيل الله، غير يقصد الإنسان أنه ينفق في سبيل الله، حتى جاء في الحديث وفي وضع لقمتي في امرأتك صدقة، مش معناها توضعها في أمها، لا، ما تعطيها، ما تطعمها به، ما نفهمهاش على حرفيتها أنها توضع عليها في أمها، لا، اللهم إذا كانت في الاحتضار. إذن معناه الإنسان يراعي هذه الجوانب كلها. وكما قلت غير ما مرة وربما ذكرت الإخوة السابقين، كلنا لنا أبناء ولنا بنات ولنا علاقات، أحيانا يكون الإنسان ولده بصحته فارق عليه ما عنده، ومع هذا ذاك الخدمة اللي عنده عيانة، بنتك مزوجة في دارها بوليدتها، أي نعم، ومع هذا كاين شوية، وانت ميسور والسلام عليك، الله، سبحان الله، تمشي عند بنتك وتلقاها في واحد الحالة ماشي هي هذيك وعجبك الحال وترجع، والله يعني باظ لك إلا داك النعس، هذا الواقع. علاش؟ احنا أهل الإيمان، نتكلم على الإخوة جميعا والأخوات، احنا أهل الإيمان ما يليق بنا هذا السلوك أبدا، ما يليق بنا هذا السلوك، بل اللي يليق بنا، وسامحوني أنا نقول لكم بصريح العبارة، اللي يليق بنا نبقى أنا بلاش نعطي نشوف. علاش؟ أنا نصبر وثقتي في الله عظيمة، لكن واحد أخر لا، واحد أخرى ما تصبرش، هذا هو الذي يليق بنا، إذا كنا كندعي الإيمان هذا الذي يليق بنا. تشوف جارك ويوصل لك الخبر أنه مسكين ما عنده، الغالب الله ما كاينش، وانت بخير وعلى خير، وربما تجي وتدخل صندق حسبنا الله ونعم الوكيل، أش تقول؟ الله رزقك صحيح، نفقتك صحيح، إذا كنت شوف راسك شحيح وما تدير والو، خبي داك الشيء بعد، دخل داك الشيء مخبي ما يشوفك حد،
فكروا مزيان. وأنا أسأل كل واحد منكم، أيريد أحد منا جميعا أن يسلك معه هذا السلوك؟ يعني أي واحد منكم تشوف هذا السلوك، الحمد لله ما رزقك ضيق قد لعت الله وهذاك، وانت مؤمن بقضاء الله وقدره ومؤمن بالوضعية اللي انت فيها، وتشوف واحد جارك تبارك الله تفاح هذه وبنان هذا وكذا الى اخره وداخل وكذا، وانت الوليدات كيشوفوا الحالة لا اله الا الله ما تقدر في حاله، واش يعجبك الحال؟ ما يبقاش فيك الحال. ايوا اذا كان يبقى فيك الحال ما تسلك هذا السلوك، ما تكون في هذه الصورة ابدا، ما تليق. أنا أقول ما لا تليق بأهل الإيمان، ونحن جميعا شنو جمعنا هنا؟ الإيمان، أهل الإيمان ما يليق بنا أبدا. الله يوفقنا، نرجو الله يوفقنا، نرجو الله يكون أقوالنا في حال فعلنا. كل سائل عليك السلام ورحمة الله، عند دخولي أحياناً للخلاء في بعض الأحيان تناديني أمي، أجيبها مخافة عقوق الوالدين مع علمي أنه لا يجوز للتكلم في الخلاء، فهل أستمر في إجابتها إذا هي نادتني أم أمتنع؟ أنت لما تنادي قل نعم وكفى، خلاص انتهى الأمر، نعم بالجهد باش تسمعك ما بقاش تعود وتعرفك أنك راك داخل، ولما تخرج قل للوالدة واش ما شتيني جيت قلت المرحب، ما تغوتيش عليا وانا ما تحرجنيش، ماشي عيب هذا، ماشي كلمه، ماشي عيب. فيها ايضا تعليم، يمكن تكون مسكينه ما جاهلهاش، يمكن تكون ما شافتكش، ويمكن مضطر باش تعيط عليك في جميع الاحوال مضطره، لكن نبهوها ما كاين باس. هذه ربما سائلة تسأل تقول أريد تفسير للإخوة، لماذا يركزون على الفتاة المتدينة وهم في الحقيقة يركزون على ذات الجمال والقوام والدين فيما بعد؟ وتقول أستسمح، هذا واقع نعيشه. وتقول أيضا فاظفر بذات الدين، هذا لا حديث، تربت يداك يعني. وكتقول هي ولا زمان، فاظفر بذات الدين تربت يداك، وأتى زمان فاظفر بذات القوام أو القيام، كان الله في عود إمائه. لا، هذا الكلام ما تقول جاد اعتراض، لا يجوز لك أن تقولي هذا الكلام، استغفر الله وتوبي مما قلتي. معناه فاظفر بذات الدين مش وقتها، هالشي اللي كيقولوا العلمانيون وهالشي اللي كيقولوا أعداء الدين، خلوا ذاك الأحكام ديالكم والدين ديالكم مشاء. هذا الكلام استغفر الله، أنت ببيت الله وتصلي وتسوليني وتقولي هذا الكلام وقلبك مريض، أرجو أن يكون هذا الكلام جاغا في لسانك ماشي في قلبك، أما إذا كان في قلبك عاودي بالشهادة، عاودي بالشهادة وربطي سلتك بالله، الكلام هذا لا يجوز. ما معنى ولا فاظفر بذات الدين؟ ولا تنكح المرأة لأربع وحيدها، لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها، وسبق لدينها في حال بحال لدينها، فاظفر بذات الدين، حديث صحيح، ما عندك ما تقولي ولا أنا ولا شي حد خور، فاظفر بذات الدين. علاش؟ سمعيني مزيان، الجمال ينتهي، الحسب قد ينتهي وقد يتغير، الناس ما شاء الله ولو ما شاء الله، والمال ينتهي والدين لا ينتهي إلا عند الردة للمرتد، ولا ينتهي من الوجود، لا ينتهي الدين من الوجود، إنما ينتهي عند المرتد الذي وقع في ردة ذكرا كان أو امرأة، ومن ثم في الدين غير منتهي بالنسبة للكرة الأرضية وخاصة هذا الدين، شاءه الله للكرة الأرضية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن
توبي إلى الله مما قلت. هذه من جهة، من جهة أخرى ما دام الرسول قد بين أن المرأة قد تنكح يعني تختار للزواج إما 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 إما، جاء التوجيه الأخير فاربدة الدين. علاش الدين؟ لأن صاحبة الدين، خلي الزواق، خلي الدين الخارجي فقط، خلي غير المظهر، لا لا الدين الحقيقي من القلب. تعيش مع زوجها في الفقر وتصبار رغم أنها من أسرة غنية، كان ولا لا؟ تدور به الأوقات وكان لا بأس ما بقى عنده ولو وتصبر معه، يمرض في يدها وهي بقى صغيرة، أو ربما ربما للتفاوت في العمر، هو في عمره مثلاً 70 وهي في عمرها مثلاً 50، ومع هذا ما تعلاش عليه وما تخرجش الإطار ديال الزوج ديال الزوج، وتعيش معه على قد حالته وتصبر معه في جميع الأحوال. والسبب الله يرضى عليك الدين، تعيش معه في الفقر وتعيش معه المشاكل، ويمكن تصيبه مشاكل ويمكن يظلم مظالم خطيرة، وتعيش معه وتنال منها الظروف كما نالت منه وما تبرمش. والسبب الدين، مولات الجمال وحده يمكن ما تكون هكذا، ومولات المال وحده هي مع المال، أنا بنت أسرة كذا 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 كذا، أنا كنت كان عزف غرفة فيها 5 متر على 5 متر وانت جايبني لنا البلاكة مثلا. إذن احنا فين صبحنا؟ إذن الجمال والمال والحساب ما هو شي بحال الدين. فاظفر بذات الدين المتدين الحقيقية. وهي أيضا سبحان الله كما يختار الرجل المتدين تختار المؤمنة المتدين هي كذلك. فنقول لها اظفري بذي الدين، إن وجدت ذا الدين فاستمسكي به وعضي عليه بالنواجذ. علاش؟ لأن كما قال الحسين أو الحسن بن علي رضي الله عنهما جميعا، المتدين مع المتدينة يعني الزوج والزوجة في حالة ما إذا وقع بينهما سوء العشرة أو سوء التفاهم لسبب ما أسبى أو أخطأ، هو واحدة من جوج، هو إما أنه يأخذها ويمسكها بالعشرة الطيبة، فإذا طلقها لم يظلمها، إذا فارقها لم يظلمها، وفي نفس الوقت إذا أمسكها كذلك، بمعنى ليس متسلطا عليها لا في الحال الأولى ولا في، بمعنى يعاملها بالإسلام سواء بقيت معه أو فارقها. ولهذا ذات الدين أنت طلبي صاحب الدين، لكن حسني عقيدتك هي الأولى. رجعي عن هذا الكلام، استغفر الله وتوبي إلى الله مما قلتي، الكلام غير صحيح. سائل أو سائلة لا أدري، تقول بعض الإخوان والأخوات نور الله طريقنا جميعا ممن التزمنا عن قريب، وأخص بالذكر منهن منقبات. إذن هذه ابنة، هذه بنت أو امرأة تسأل، أو مسدلات، والإخوة كذلك يعاملنا بعضهم البعض هكذا، أنا أقرأ ذلك في المكتوب، معاملة خاصة. مثلا أنا ملتزمة منذ 21 سنة منذ الطفولة، لست منقبة على علم ودراية. تقول لست منقبة على علم ودراية والحمد لله، وخلق الحمد لله. وعندما أكون وسط صديقاتي المنقبات أو المسدلات يعاملنني بنقص، مع العلم أني كنت من السباقات خصة تقول إلى الطاعات والاجتهاد في الأعمال الصالحة، وهذا من فضل ربي. قولي أودي كاين سوء الخلق، نقولوا كاين سوء الخلق وكفى.
ما تفتخري بالالتزام ديالك ولا يفتخروا هما بالالتزام ديالهم، وتعاملوا مع بعضكم معاملة طيبة، وأنتن أخوات في الإيمان، أخوات، كما أن هؤلاء الرجال كلهم إخوان في الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، أخوات الدين. وإذا كنا إخوة معناه نرحموا بعضنا، نحترموا بعضنا، نقدروا بعضنا، ما نقبلوش السوء في بعضنا، ما نتكلموش في بعضنا بما لا يجوز، نتناصح بما ينفعنا جميعا. هذا مقتضى الأخوة في الدين، ماشي الأخوة وكل واحد صاد في جهة. أخوك تلقاه ما تقولوش السلام عليكم، كاين طائفة اللي الناس اللي حسبوا راسهم ملتزمين ودوز من قدامك عند رجلك ما يقول لك السلام عليكم. علاش؟ لست من الطينة التي هو عليها جهلا، حيت ما انتش على البلاكة اللي شاد، هو شاد بلاكة في شكل مازال لو كان دارها على ظهره ولا على صدره يعرفوا اش الناس اش من بلاكة. لكن كاين البلاكة ديال الالتزام ديال الكذوب، ما الالتزام الصحيح ما كيكون بهذا الشكل. ما كان السلف على هذه الصورة، لا، معناه السلف خلق وعقيدة وآداب وسلوك وتراحم وتفاعل مع المجتمع كله، وبل يجتهدون على المنحرفين من أجل أن يعودوا إلى الإسلام، فبالأحرى أنهم فيما بينهم. لكن إحنا كل واحد شاد بلاكة، وكل واحد شاد قنت، وكل واحد ينتمي، والاسم البلاكة الخيمة الكبيرة أو قل اللي مضلة كلها اللي هي الإسلام، وتحت هذه الخيمة ديال الإسلام أنواع وأنواع، كاينة تجي ولا ما كاينش؟ لا يجوز، لا يجوز. لا ممكن، ما متفاهمينش أنا وياك، ممكن يكون جوج خوت ولاد مرأة واحدة وأب واحد ما متفاهمينش، لكن متفاهمين بالإسلام أننا مسلمين. لكن عندي أنا رأي في قضية معينة وأنت عندك فيها رأي قضية، حيت أنا عندي فهم معين وأنت عندك فهم معين، أنا لا أجحد ما أنت عليه ولا أنت تجحد ما أنا عليه، لأن الدين واحد، إذا جحدنا شي حاجة منه راه مشينا. لكن كيف يمكن تتاخذ مني موقف حيت أنا ما مقاجيش فين مقاجي أنت؟ سمحوني بهذه العبارة، قلتها باش تفهموها، وكان ما حطش في الحطة اللي حط فيها أنت، خصك تزورني اللي عندك بزز باش عيد نكون خوك، أو نجرك لعندي بالزز عيد باش تكون خويا. لا لا، هذا فهم ناقص وسيء، ولا يخدم الإسلام ولا يخدم المسلمين، لا يجوز. أنا أقول للأخت السائلة جزاك الله خيرا، والأخوات إذا كنا يسمعنا، تأدبنا مع بعضكنا واحترمنا مع بعضكنا وتناصحنا فيما بينكنا وعلمنا بعضكنا البعض بأدب وباحترام، والحكم قال الله قال رسول الله، هذا الحكم، قال الله، مش أنا الحكم ولا أنت الحكم، قال الله قال رسول، من معنا في يده حجة على ما يقول، خلاص. إذا معناه نحن ننقاد للدليل الشرعي الصحيح، انتهى الأمر. رجل يبيع الدجاج يكبر عند ذبح الأولى فقط، ما حكم الآخرين لا أو الأخريات لا يكبروا عندها؟ أيوة، هذا عموم هذا الكلام، هذا قل لي يا وديش من نوع الذبح هذا، أما غادخل لي عند الذبح دجاج نقول لك ذبح دجاج، قل بسم الله الله أكبر وذبح، بسم الله الله أكبر وذبح، بسم الله الله أكبر. لكن قل لي أش من حالة اللي يصعب عليك باش تقول بسم الله أكبر 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 بسم الله أكبر، ولا بغيت أنا تجرني لعندك جرام في حال ذاك الكبش ذبحني معاهم ياك؟ سبحان الله، الكلام غير صحيح، ولهذا حتى الجواب ما غايكونش صحيح. عاود صيفة سؤال الخور نشوفك اش بغيت تقول، وعاد نعطيك الجواب، ما دابا ما نعطيكش الجواب، ما تاخذوش بالمجان. ما معنى النية أبلغ من العمل؟ الكلام ديال الناس كيقول واش حديث، لا، النية أبلغ من العمل كيقولوا الناس. مثلا أيمتى تكون النية أبلغ من العمل؟ هي ماشي حديث بعدها، خلاص ما بقاش تضع راسنا معها، ماشي حديث.
لكن أيم تذكر النية أبلغ من العمل؟ شي صورة من الصور اللي تقول فيها هذه النية تكفي. أحياناً كاين والإنسان يعمل الخير وما يوصله، عنده العجز النية، عنده العجز ديال النية لاجل، لكن ما المانع من عدم العمل؟ كاين شي مانع شرعي يكون عنده العجز ديال النية أنه باش يعمل الخير، جا شي سبب من الأسباب وصدوا عن ذلك وما هو شي سبب شرعي. لو كان سبب شرعي قد يكون هذا شرعي وهذا سبب شرعي، وتعارض النية مع السبب الشرعي، لكن يكون شي سبب خور صرف الإنسان صرفا عن ذلك ليس منه لسبب طارئ، ما عملش ذاك الخير، لم ينكر الخير ولم يزهد فيه ولم يتركه من تلقاء نفسه، إنما مانع من الموانع منعه ذاك الخير، يكون عنده العشر ديال النية. والوقت اللي غادي يكون النية الحسنة وعاود ينفذ ذاك العمل يكون عنده العشر ديال النية والعشر ديال العمل. قل سائل بعد السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم من يقول عندنا ما يكفينا من الكتب والأشرطة والقنوات، قنوات الدين، لسنا بحاجة إلى الدروس؟ السلام عليكم. كيقولوا شرقت الشمس، صباح الصباح، شتي الشيطان اش كيدير؟ عندنا المساجد واسعة وقريبة والمساجد كثيرة الحمد لله، ما نحتاج. وعلاش؟ والنبي كيقول أيضا الإنسان فيما أدركت الصلاة يصلي، والبيوت مزيان نقية وما فيها شهر، وعلاش منع لها التمر هذه نصلوا في البيوت؟ هذه في حالها إذا نغسدوها. وهكذا، اسمع، هذا فهم سيء. لما؟ لأنك لا تفرق بين المسموع وبين المشاهد والمسموع. المسموع شرط مزيان، ما قلناش إلا مزيان، لكن الدرس تحضره عند من يتكلم وتفهم من لا تفهم وحدك من الشريط، وكم من قضايا سيجيب عن هذاك المتحدث دون أن تسأله أنت عنها، ولكن أنت عانيت منها من شريط معين ولم تفهمها، كانت ولا ما كانش. وكم من فهم يصحح، وكم من حديث ضعيف سمعته وطرق اسمعك غير ما مر، فإذا بالمتحدث يقول له هذا الحديث ضعيف، ها هو صحح فهمك عن الحديث. إذن فأنت تجمع عند التربويين أن القضية التي يتقرر فيها ما يتقرر عن طريق السماع وعن طريق البصر المشاهدة وعن طريق النطقي، شحال هذو ثلاثة ديال الحواس اللي شاركت فيه، هو أقر وأثبت وأدوم وأبقى من الذي يسمع وحده. انتبهنا؟ إذن ليسوا سوا، خلاص ما همشي في حال في حال، ما تكون غلط، ولا تزهد غيرك في هذا أيضا. أجر الذهاب للمسجد وأجر الجلوس الناس جالسة من قبل من المغرب، وأجر السماع وأجر المشاهدة وأجر الحوار والمناقشة ما تسمعه أنت، لأن أحيانا المستمع يتحاور وحده يطرح قضايا. أنا قلت لكم قال هذا وقال هذا، إيش هذا؟ حوار هذا، ما هناك أحد يحاورني، ولكن أنا أحاور نفسي مع الموتى وليس مع الأحياء. الطائفة الفلانية والطائفة الفلانية، أشقلوا هادو، فين سمعت أنت هذا؟ حتى إذا سمعتها في الشارط ما غتفهمهاش. من يستفيد أكثر من الشارط ذاك الذي له قواعد، عنده إمكانيات ديال الفهم، عنده وسائل ديال الفهم، هذاك الفهم عنده غير في قرر ما في رأسه ممكن، ومع هذا ما نقولولوش إلا ما تسمع ما تشاهد، لا. من ادعى العلم هلك، نحن طلبة العلم حتى نلقى الله، نحن طلبة علم، علاش؟ أنا كنطلب العلم وتنقدم لكم العلم، أنا طلب علم، علاش؟ ما معنى نطلع هذا الكتاب ونطلع هذا الكتاب ونطلع هذا الكتاب ونطلع هذا الكتاب ونطلع ونقارن مع هذا ونرد على هذا ونرد على هذا
تقريبا تلقى الكتب عندي قاع معلق عليها، أصاب هذا في هذا وأخطأ في هذا، وهذا رد على هذا، وهذا مشي هو هذا، والحق مع فلان. شنو أشو هذا؟ أنا عايش معه، أنا عايش مع طلب العلم هذا، طلب العلم هذا. أنا لا أقول لكم مثلا لو كان نعس حتى يجي جبريل يقول لي قاعد دير الزارس صافي خلاص، ما كاين لا جبريل ولا ميكائيل. كاين تحرق راسك وتوقف على ما كتبه الرجال السابقون وتشوف، وتضيف ما تراه مناسبا، وتستفيد منهم وتستفيد من غيرهم، ويستفيد منك من يسمعك. وهكذا الذي يدعي أنه راه خلاص انتهى الأمر، يسامحني غايج مع حويجه خلاص، لأن الدنيا هي ذي أخذ وعطاء، لا بد من هذا. وإذا ما لم أطلع على هذه المكتبة وأنوع حديث، نشوف خمسة ولا استشرة، نشوف ابن بطال ونشوف الفاتح ونشوف الفتح ونشوف ابن الملقين ونشوف غيرهم، كل من نشوف يعني شحال ديال علاش، وكان وجد الفرق مع الأئمة الكبار ونقلوا عن بعضهم مخالفين. أنا ما كان أقول لكم الخلاف، لا بد. أنا أقول لأخ سائل هذا السؤال غير حيدو من عقلك، واسمع الأشرطة، ما قلت لكش إلا اسمع مزيان، ولكن ما تكفيك، ما تكفيك. علاش؟ لأن أحيانا الحاطب ديال الليل كيحطب الحزمة ديال الحطب ويجيبها وجمع فيها شحنس شي بودرقة، من اللي جا يحلها ألقى حال فمه قداش. هكذا سامع الأشرطة دون أن يفقهها، كم من حديث موضوع، وكم من حديث ضعيف، وكم من قول محرف، وكم من قول قدمه صاحبه ولم يفهمه هو نفسه. أنا لا أقول الجامع، لا، أنا أقول هذا موجود كاين، والحمد لله كم من قول صحيح، وكم من ناس جزاهم الله خيرا ما قصروا شيء وجازوا الله، نرجو الله أن يفتح علينا وعليهم جميعا. وهكذا المهم هذا ما يمكن أن يقال. سائل يسأل يقول قد توفيت لي الوالدة منذ ما يقرب من شهر، كانت رحمها الله وجميع المسلمين صوامة قوامة منذ عقلت، أي منذ عقلي، وذلك قبل 40 سنة، تقبل الله منا ومنها، إلا أن المسألة هي في آخر زمانها قبل 20 يوما أو شهر، أنها لم تكن تقوى على الصلاة، ما تقدش تصلي، وليس ذلك إهمالا وإنما عجزا، وهي من ناحية الوضوء لم تعد تتحكم في نفسها. نحن نعلم كما علمتمونا أن الصيام يمكن للولد أو البنت أن يؤديه ويقضى عن الوالد أو الوالدة إذا كان لا يستطيع عن القيام، أما بالنسبة للصلاة فماذا نفعل في هذا الخصوص؟ كيف نؤدي ذلك؟ ما كاين الصلاة عن الغير، إنما يقال هل كانت لا زالت تعقيل، تعقيل خلي القدرة الصحية لا القدرة العقلية، واش باقية؟ ما تقولش تصلي واقفة تصلي جالسة، ما تقولش تصلي جالسة تصلي هكذا متكئة بعينها، ما دام التعقيل معناها تعقيل تعرف الركوع وتعرف السجود، تعقل على الركوع وعلى السجود وعلى الجلوس إلى آخره. في الركوع تحضر راسها واحد شوية، والسجود تزيد واحد شوية يكون أهبط واحد شوية من الركوع حتى تكمل الصلاة ديالها. أما إذا كانت ما بقاش تعقل نهائيا بالمرة فليست مكلفة شرعا ولا شيء عليها خلاص. هذا الذي ما دام الإنسان يعقل، وحنا نقول له أو نقول لها مثلا سبحان الله الوالد أو الوالدة أو العم أو العمة أو الجد أو الجدة، نذكرهم بالصلاة. هذا الدور ديالنا أيها الإخوة والأخوات، هذا هو الدور ديالنا. الجدة صليتي؟ الجد صليت؟ خلي أنا صغير وأنا ولد ولده ولا ولد بنته، لا ما يهمنيش، أهم هو التذكير، غير الكلام يكون مؤدب. صليت؟ نجيب لك الزريبية؟ ياك ما تبغي توضى، ياك ما تبغي التيمم، بمعنى أنا كنحركه ونساعده ونحاول ناخذ بيده بعض الله عز وجل، من أجل أن ربما يكون ما عنده غرض. وكثير من الناس تهملوه أو يقول زعما راه عجز خلاص ما بقى عنده ما يدير، لا 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 لا،
احنا لا بد ان نقولوا لا بد ان ننبهوا لا بد ان نحركوا ونساعدوا هذاك اللي هو مسكين عيان ما دام بعقله. افقد العقل خلاص ما تقول له ما يقول لك، امره الى الله، والله سبحانه وتعالى جعل العقل من التكليف والعقل ما بقاش، اذا التكليف ما بقاش خلاص انتهى. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نرجو الله ان يتقبل منا جميعا وان ياخذ بايدينا الى الحق ويتقبل منا جميعا.